انت مين؟ انت مين؟ انت فرحة او حدا عايش حزين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت كذبي او قلب كله حنين؟ صبي قلب علي او شر مخبي؟ انت مين؟ انت مين؟ انت مين؟ عينيك حيروني، نظرات وجعوني، خلوني احكي مع حالي، اخذوني وما ردوني. عينيك حيروني، نظرات وجعوني، خلوني احكي مع حالي، اخذوني وما ردوني. انا حبيتك من دون ما اعرف انت مين. وجودك معي نسيت البسا وقلبي ارتوى، انفليت بين دهلك تعي، ما بكفي نحنا ومش سوا، كل ما الوجع فيه وعي بشوفك دوا بدو دوا. عينيك حيروني، ونظرات وجعوني، خلوني احكي مين؟ شي حضر عندك؟ أنا بقول هيدا وليد، قوم افتح. طيب شو بدك ياني أقول له؟ ما تقولي له شي مثل ما اتفقنا، رح أقول له إنه رح سجل الولد على اسمه. طيب رح افتح قبل ما يكسر. أمير؟ وينه؟ كيفك أمير؟ سأليها هي بتخبرك. أمير؟ اوعي تلفظي اسمي على لسانك، وحدة خاينة ووسخة. لك أنا بستحي أقول إني كنت خطيبك يوم من الأيام. أنا مش خاينة. شو لكان؟ وفية؟ وليد شو وليد؟ مين بيكون؟ إيه ماجدة، إيه صرت أعرف كل شيء. لك قد إيه كنت أهبل إني ما شكيت فيكي ولا مرة. لحقتيني بحبك بحبك وانت بالفرشة مع واحد تاني؟ لك انت شو؟ انت شو؟ بكفي امير، ماجد حبلي ما بيسوي للتعصيب. اه مزبوط، ماجد حبلي، بس من مين؟ اساليها بتعرف مين بيو للولد؟ خلك عم تظهري مع واحد كرمال المصاري. لك كرمال المصاري يا واطي، قديه طلعتي وسخه، قديه طلعتي بلا اخلاق وبلا شرف. لك تفو عليك، تفو عليك. لك يا رفيق، يا ريت فيي قلت لك تفش خلقي. خلص امير بكفي، اوعي تجيبي سيرة ازمة على لسانك. سامع امير؟ خلص رح تلم الجيران علينا. لك انا بدي اياهم يجوا،
بدي اياهم يجوا ويشوفوا هيدي الواطية اللي عاملة حالها مظلومة. بدي هن يعرفوا كيف كانت بدها تتركني مرتي وتلبسني ولد منو ابني. هيدا الولد ابنك. كذابة. والله هيدا ابنك. صح قولي له، قولي له انه هيدا ابنه. قولي له. اوعي تجربي تقربي صوبي او صوب اهلي، وروحي شوفي مين بده يسجل لك الولد. انت عم تحكي عن خيانة امير؟ ليش انت بخنتني؟ انت بخنتني وضحكت علي لما قلت لي انه ما في شيء بينك وبين طهرة؟ لك انا خش زر ما عم بسببك انت، بسبب النقص يلي كنت عايشته معك انا خدتك بسببك. كنت تتركيني، كنت تتركيني مش تخونيني. ما قدرت، ما قدرت، ما قدرت لاني بحبك. كنت حبك وبعدني بحبك لهلا امير. سهى قولي له انه هيدا ابنه، هيدا ابنك امير، ابنك. ليه مش عم تصدق؟ سهى قولي له، قولي له انه هيدا ابنه. سهى امير، امير لازم تصدقني هيدا ابنك. شو بدي هيدا ابنه، هيدا ابنه. ليش مش عم يصدقني؟ يا عمي والله هيدا ابنه، هيدا ابنه. وين مشتي؟ انت ليه ما قلتي له انه هيدا ابنه؟ انت ليش طلعتي ساكتة؟ بكره بقول له، بكره بقول له. قولي له انت. شو ما فكرتي بش طريقة تبلشي تحطي طارة فيها بالجو؟ رياض اليوم كنت دهرة أنا وياها، صار شي ضروري وتأجلت الدهرة. ترجيكي معها ليه؟ الفرصة بيقرب وقت. طيب اوكي رياض، قلت لك خلص رح شوف. بدي خبرك شغله، وليد مش عم بيتركنا بحالنا. كيف يعني؟ عم بضل حيم حوالينا، ساعة بيروح لعندي على المحل، ساعة بيروح عند امير على المكتب. ما عم بعرف شو بده. شو بعد بده من امير؟ يا ريت فيي اعرف. بس رح خبرك شغله، بس عمو المعروف بتضلها بيناتنا. شغلتي لي بالي، ما هقولي شو فيه. وليد مغروم ببنت اسمها ماجدة، كانت خطيبته الأمير. وليد ومغروم؟ معقول؟ بعرف أنها صعبة، بس بالنهاية هو إنسان وبحق له رياض. أنا بالزمان غرمت، بس طلعت جبان، خفت من الحب وهربت. تركنا من الماضي رياض، تركنا. معك حق، الماضي ما عاد فينا نغيره. قوليلي هلأ شو قصة هالبنت؟ رح خبرك القصة من الأول للآخر، وإنت شوف إذا فينا نستفيد منها. تفضلي، عم بسمعك. وين أنت رح ترجع جرب تحكي لوليد ما هيك؟ رح ضل جرب بدي أقول له ليرد، أصلا كان بدي أعرف شو بده منك وليش نزل عند أمير على المكتب اليوم. أنا كتير خايفة وائل، حاسة ما رح أعرف ارتاح بقى. ليش ترى؟ من شو بدك تخافي؟ كيف من شو وائل؟ بركي وليد خبره الأمير إنه أنا معي خبر، مش بس إنه معي خبر، وإنه كمان هو مشرطني دا أرجع لأمير كرمال ساعده. منيح اللي صار هيك لتتذكري إنك كنت رح ترجع لأمير بس لأنك خايفة من وليد. أنا لو خايفة منه كنت رجعت لأمير من أول يوم. رح ترجعي له هلا. هي ذاتها يعني. أمير بيكون جوزي. يعني إذا في أمل 1% إنه تزبط علاقتنا، أنا لازم أكون ببيتنا تتزبط، لأنه هيك كرمال المسافة عم تكبر بيناتنا. طرفي أطلب منك شيء؟ شو؟ بليز وقت تحكينا أو إذا ثاقبت شفتك ما بقى تجيبي لي سيرة أمير، ما بقى عم بقدر أسمع. وائل ما بقى تقولي شيء بليز تارا، هيدا حقيقة شعوري وما رح كذب عليك. طيب أنا رح أنزل على البيت، إذا صار شيء مع وليد دغري خبرني، أوكي؟ أكيد. Thank you.
مشروب وما حبيب اشرب مي. أمي ليش ضليتك ساكتة سهى؟ ليش ما قلتي له انه هيدا الولد هو ابنه؟ لأنه هيدا الولد منه ابنه ماجدة. هلا بطلت تعرف تكذبي؟ فجأة صرت قديسة؟ أنا ما قلت إني قديسة، بس يا ماجدة أمير يمكن بيعرف إنه الولد مش ابنه، يعني إنه إذا أنا قلت غير هيك شو رح صدقني؟ صرت 100 مرة قلت لك إنه ما في حدا بيعرف بهيدي الحقيقة غير أنا وياك، أمير كيف بده يعرفها؟ ماجدة ما شفتي كيف كان جاني جنونه؟ خفت منه، ما استرجعت افتح تمي. بتعرفي انا عن جد ما لي حدا بهالدنيا، وما رح يكون في عندي حدا الا ابني. بليز ماجدة ما تقولي هيك، بليز ما تقولي هيك. انت هلا لازم تفكري، لازم تفكري ترجع لوليد لمصلحتك. صار لازم فكر بحال. مزبوط، برافو مجود، لازم تفكري بحال، لأنه أمير أكيد ما رح يسجل الولد باسمه حتى لو شك إنه هيدا الولد هو ابنه. يعني من بعد ما كشف خيانتك أكيد رح ينطر الولد ليخلق لحتى ساعتها يعمل له فحص الدي إن إيه. خلاص خلاص خلاص، تعبت أنا منك، تعبت من حياتي، قربت حياتي، خلص ما بقى بدي اسمع شي، خلص قلت لك انا رح افكر بحال، ما بتسمعيني، خلص خلص. بس يا ماجد الحل هو الرجعه لوليد. فلي من هون الصح، فلي من هون، فلي من هون، تركيني لوحدي، رياض بشو عم بتفكر؟ كل اللي خبرتيني اياه عن وليد قادر استعمله ضده. ما فهمت، شو قصدك؟ بلا ما تشغلي راسك بأفكار الوسخة، بس بوعدك إنه طارة رح بتكون بأمان كل حياتها، حتى أنا يمكن كون بأمان. رياض عمول معروف، قلي بشو عم بتفكر؟ ما بقدر قلك، أصلاً التفكير لوحده ما بفيد، أنا لازم أشوف بالأول إذا بقدر نفذ. وأنا بساعدك، مستعدة أعمل كل شيء كرمال تأحمي تارة وأنت ما يصير لك شيء وما تموت. عن جد بدك تساعديني؟ إيه رياض، عن جد. أنا مش خاينة. كذابي والله هيدا ابنك، صح وليلى، قولي له انه هيدا ابنك ليلى. انت عم تحكي عن الخيانه امير؟ ليش انت بخنتني؟ انت بخنتني وضحكت علي لما قلت لي انه ما في شيء بينك وبين تارا؟ كل شيء صار معي بسببك، كل شيء بسبب النقص اللي كنت عم عايشه معه، انا خنتك بسببك. لا أمير سهى، قولي له إنه هيدا ابنه، هيدا ابنك أمير، ابنك. I'm
هاي خالته. بونجور حبيبتي. شو عم تغني مبين؟ ايه وعيتي لي ساندي بطريقك؟ ايه وعيتها وبلش الدرس كمان. ايه عال وانت هلا رايحه على المحل؟ ايه في بضاعة وصل جديدة وضروري شيك عليها. يعني مش رايحة اليوم عم بتجوزيك؟ بلا خالته رايحة اليوم. ليه فكرت اني مش رايحة؟ لأنه ما شفتك ضبيتي غراضك ولا تيابك. قلت أنا أكيد صار شي وتخانقتوا. والله يا خالته شكلك مش مصدقة تخلصي مني. أنا؟ يا تقبريني تقعدوا معي أنت وأمير على طول هون. بس حياتي أنا حاسسك مش مرتاحة. وبرأيي تترتاحي لازم تعدي مع أمير وتحكم مع بعضكم تتصلحوا هالعلاقة. ايه يمكن معك حق. مش يمكن، أكيد معي حق. طيب خالتو أنا رح أمشي. وبالنسبة للأغراض ما تعطلي هم، عشية بجيب دبون وهيك بشوفك قبل ما فل كمان. طيب باي. مع السلامة. رايحة لحالك؟ لا الماما نطرتنا تحت. ايه وليه ما طلعت لهم؟ ما قلت لك وصلت لنا بضاعة وما فينا نتأخر. طيب حبيبتي مع السلامة. باي خالتو. باي. هاي ماما. هاي حبيبتي. ليه ما طلعت شربت قهوة؟ خنق انت وخالتو لينا ما هيك؟ لا حبيبتي مش متما انت مفكرة، بس كنا موعودين نظهر مع بعضنا نحكي على رواق وتأجل الموضوع بتتذكري؟ طب يلا مشي. انت كيف بتعين مانجر بلا ما ترجع لي؟ باتريسيا؟ انا بعرف انكم بتحبوها كلكم، بعدين انا شفتها لبنت كتير شاطرة. انت امتى بدك تفهم انك ما فيك تاخد قرارات فرديه بالشركه؟ هيدي النقطه اثنيناتنا لازم نفهمها. شو قصدك؟ يعني انت فكرك معرفت انك مضيت على مشروع من دول ما تسالني؟ ما نحن هيك اتفقنا من هلا لتخلص المشروع يلي حضرتك مستلمه لحالك. لا امير ما تغير بالاتفاق على سواك. انت سلمتني مشروع اوكر كرمال شوف اذا خرجي استلم او لا. ما حكينا عن غير مشاريع. من هلا لافشل انا وياك زيت شيء بالشركه مثل مثلك. طيب ماشي هلا ببعث لك المشروع لحتى تشوفه. مرسي. ومشان باتريسيا اذا بدك منشيلها بقول لها خيي امير ما بده اياك بالشركه. لا خلص خليها، هذا البوستر له فتره فاضيه. باتريسيا بنت شاطره. أنا هيك قلت. أمير؟ دخلك وين رحت امبارح؟ أنت ليه عم تسأل؟ ما في سبب. بعتقد كنت رايح أقول لك عن باتريسيا وما لقيتك هوني. رحت على الورشة. بعد في سؤال تاني؟ لا. سلامتك. ترى كيفي؟ منيحة، أنت كيفك؟ أنا كمان منيح. ماني مصدق أنت ترجع على البيت. رح ترجع اليوم ما هيك؟ إيه مزبوط. طيب أنت وينك هلا؟ مع أمي، هون قريبة من الأتوليه. في إجي أقعد أنا وياكي ونحكي شوي؟ إيه أكيد تعال ساعة اللي بدك. يلا نطرتك. باي باي. جاية هلا حبيبتي؟ مش هلأ، بعد شي ساعة تقريباً، معنا وقت. أوكي، كان بدي أحكيك بموضوع. شو هو؟ ماما دخيلك، ما تقولي لي شي موضوع بزعل، راس رح يفقع من كترة الهام. ليه شو في تارة؟ كيف شو في؟ نحن لهلأ بعد ما بنعرف شو كان عم يعمل امبارح أمير مع وليد. طيب تارة، هلأ بس يجي أمير بخبرك. طيب قولي لي هلا شو كان بدك تخبريني؟ في خبرية سمعتها من حدا قريب من بيك. قريب من بيي؟
ليه انت بتعرفي حدا اصلا قريب منه؟ ايه بس كان صار لي زمان ما شفته ولا بعرف شي عنه. طيب انت كيف تلتقيتي بهذا الشخص؟ تاجر تياب وثاقبت شفته وتعرفت عليه وعرف بالصدفة انه رفيقه عنده بنت. ايه بعدين؟ حسب ما فهمت انه خبره وبيك تحمس يتعرف عليكي. يعني عن جد بيي ما كان بيعرف بوجودي؟ لا عن جد ما كان معه خبر. شو حبيبتي مستعدة تتعرف عليه وتشوفيه؟ طب او بلاها؟ لا لا اكيد مستعدة اشوفه، بالنهاية هو ما بيعرف بوجودي، لأنه لو بيعرف اكيد ما كان تركني كل هالسنين. يا الله ماما ما تزعلي مني، انا ما قصدي ابدا عنك انت، انا بس عم اقول انه ما في سبب تقرفت تشوفه، هيدا يلي عم جرب وصل لك اياه. خلص فهمت عليك تارا. طيب خلص ما زال فهمت علي، فاذا يلا ضحكي وبلا زعل. اوكي ماجدة، ايه لوين رايحة من قبل الضو؟ عندي مشوار. اوكي لوين؟ مش ضروري تعرفي سوها. اها وشو هاللقمنة هيدي؟ مش لقمنة، بس مش انت قلتيلي لازم يلاقي حال؟ ايه وشو هو الحال اللي طلع معك مع لينا؟ مش رح قلك لما يتفركش. شو بكي ماجدة؟ ليه عم تحسسيني كأنه أنا اللي خبرته لأميرة وليد؟ أنت ما خبرتي، بس أنت ما دفعت عني، ضليتك مثل الصنم ما فتحت تمك. وأنا إذا ما فتحت تمي هيدا بيعني أني مذنبة وبطل فيي أسألك لوين رايحة؟ خلص 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 سهى، من اليوم ورايح أنا رح أتصرف من دون جميلة حدا ومن دون ما حدا يعرف فيي. أي وليد وينك؟ أنا بالشغل ساي، شو بدك؟ شو بدي؟ أوكي ماجدة فلت من البيت وما بعرف لوين رايحة، أكيد أنت عندك فكرة أنه ممكن يكون أمير إجا عامل فضيحة هون من بعد ما خبرته كل شيء. توقعت ما تشوفي وجهه كيف صار امبارح من بعد ما خبرته. دمرة يا وليد، حطمة دمرة، والله ماجدة ما بتستاهل هالقد، وهلأ ضليتني ساعة اترجيها لأعرف لوين رايحة، ما كنت خبرني لا بالطول ولا بالعرض. ما طلعت عليها نصار، عندي مين يراقب لتحركاتها. كلنا انبسطنا برجعتك على الشركة. أنا أكتر وحدة مبسوطة. أنا بعتلك إيميل بأولوية المشاريع يلي بدنا نعملها ماركتينج. إيه وصلنا الإيميل، بس استغربت من شغلة. شو هي؟ مشروع عوكر حاطينه بآخر الليستة، مع إنه أستاذ وائل طلب مني إنه ركز على المشروع أكتر واحد. باتريسيا أنت بتعرفي كيف بصير الشغل عنا. مشروع عوكر بده حوالي سنة ليخلص، بينما في مشاريع تانية بدها أقل من هيك، يعني أكيد لازم تتسوق وتنباع قبله. أنا ما عندي مشكلة، إنه أكيد أنت وأستاذ وائل بتقرره.
مزبوط، نحن اثنيناتنا بنقرر، وإذا تعارضت آرائنا أنت شوفي مين معه حق وقرري. أنا ما خصني أستاذ أمير، بس للصراحة أنا بفضل نركز على المشاريع اللي قربت تخلص. طيب ناطرين بروبوزل أو أكتر لكل مشروع. أكيد أنا رح روح أحكي مع الأكيب بالإذن. باي. مين منكم عم بيشتغل على مشروع عوكر؟ أنا. تركي كل شيء من إيدك، عنا أشياء أهم، تفضل معي على المكتب. تفضل. كيفك أستاذ وائل؟ اهلا دولي، في شي جديد ولا جاي تعبيني انه ما حطيتك مانجر؟ لا لا استاذ وائل، انا ماني جاي اعاتبك، بس جاي تخبرك انه القرار اللي اخذته تبين من هلا انه كثير غلط. ما فهمت شو قصدك؟ قصدي انه المانجر اللي ما بتستاهل وقفت الشغل على مشروع اوكر، وحسب ما فهمت انه هيدا المشروع لإلك. عادي شوي دولي عادي. وليش تبدا توقف التسويق لمشروعي؟ قال انه في عندك كثير مشاريع اهم وابدا هلا. لشي بالاجمال بتقرر شو اللي اهم؟ هي بتاثر، بس بالعاده استاذ امير هو اللي بياخذ قرارات. طيب ماشي الحال دولي، هلا انا بتصرف. طيب استاذ، بس عندي لك قبل اقتراح. شو هو؟ شيلني من جروب الماركتينج وحطني على مشروع اوكر، يعني معك انت وبس. ما فهمت. يعني بيشتغل على تسويق المشاريع اللي انت بتقلع عنها وما حدا بيتدخل فيها. فكر بالموضوع. او بالاحرى هيك رح يصير. اذا باتريسيا ما مشي حالها. ارسي استاذ وائل. بس ما تقعدي حالك من هلا. انا اكيد رح اقعد حالي لانه باتريسيا نو واي تغير رايها. طيب يلا. رجع على مكتبك هلا وبنحكي بعدين. بالاذن. باتريسيا تجي لعندي على المكتب شوي. طيب ما قلتي لي اي متى رح اتعرف على البابا؟ حبيبتي هلا بوصل له خبر انك وافقتي، وبهالكم يوم بنحدد موعد ونشوفه. يعني شي غريب، مين كان بيقول انه من بعد ما يصير عمري 30 سنه رح لاقي اهلي واتعرف عليهم، وخاصه البابا لانه كنت فاقد الامل انه شوفه. شفتي ماما؟ شفتي القدر شو بيكون مخبى للانسان؟ اي والله. يلا خلينا نروح على الاتوليه. لا بركي بلحق يساعدك شوي قبل ما يوصل امير. يلا موجود مصاهر. موجود. فيك تساعديني حتى لاقي سفرة تناسبني؟ أكيد. أستاذ وائل أنت هيك عم تحرجني، في بوليس معينة ماشيين فيها بالشركة من زمان وما في إجي أنا هلا غيرها، وخصوصي بعد مبلشة جديد. خلص ولا يهمك، عملي شغلك بالطريقة اللي بتلاقيها مناسبة. ما بدنا نزعل أمير. زعلت مني؟ أكيد لا. كنت جاي لعندك. ليه في شيء؟ أنا برأيي تطلب مني اتنزلك عن حصتي بالشركة هيك بالعملية، أحسن ما تضلك تحاربني من تحت لتحت. حاربك؟ أنت عن شو عم تحكي؟ أنت كيف تطلب منه نحطه مشروع عوكر بآخر الليستة؟ لأنه حبيبي هيك بكون عم اشتغل صح. مشروع عوكر بده سنة ليخلص، يعني ما معقول نحطه بالأولوية. برافو،
دخلك ذكرنا انت امتين اخر مره دخلت بتسويق المشاريع؟ على شو بك وائل؟ شو ناسي انه ما كان في مانجر على هيدا القصه؟ اه مزبوط كنت ناسي. ليك امير بوعدك انه كل اللي عم تعمله ما راح يزبط. شقة عوكة راح تنبيع كلها وراح ضلنا مشاركك بالشركه. نقلت ايه ونقلت لا. طيب وائل بنحكي بعدين. الطيارة ناطرتني وما في اتاخر عليها. باي. ايه وائل ترى وينك انت بالاتليه؟ ايه قال لي في شيء قدرت تحكي لوليد؟ لا بعد ما قدرت احكي بس كنت بدي اقول لك انه انه شو قال لي؟ لا لا خلص ولا شيء. امير جاي لعندك هلا ما هيك؟ ايه مزبوط. بتمنى انكم تتصالحوا ترى بدي اياك تكوني مبسوطه. مرسي وائل أنا كمان بدي إياك تكون مبسوط. أنا بلاكي ما في يكون مبسوط وائل. إيه بوس بعد جوا. حاضر بوس اعتبر نفذنا. بس تظهر انت الحقها وانا بنزل بشوف شو كانت عم تعمل جوا. ايه طيب. عندك حدا بسويد؟ لا بس رايحة سياحة. كتير منيح. بدي تجيبي لي كشف حساب وباسبور جديد لنقدر نقدم على الفيزا. الباسبور موجود وكشف الحساب عبكرة بيكون عندك. الفيزا بدها 15 يوم وفينا من هلا نحجز تيكت. ايه احجزي لي التيكت من هلا. الفيزا اكيد رح يعطوني اياها اذا في مجال تسرعي لي بالموضوع وقد ما بتريدي انا مستعده. رح اجرب قد ما فيي بركي نقدر ناخذ الفيزا بين 10 و 11 يوم. كل ما ابكر كل ما احسن. انا متكله عليك. مرحبا. اهلا كيف يساعدك؟ المدام اللي دعرت هلا من هون اللي اسمها ماجده كنت عندك؟ نعم. حضرتك مين بتكون؟ صديقه. بدي اسالك لو ما عم تفكر تسافر. بعتذر استاذ انا ما لي حق اعطيك هيك معلومات. وهيك صار فيك تعطيني معلومات هلا؟ تفضل استاذ. قلت لك ما في اعطيك ولا معلومه بس اذا حضرتك صديقه تفضل روح اسالها. مع السلامه. عجبنا البنت القويه. برافو. شو طلعت عم تعمل بمكتب السفريات؟ دخلك ما تاخر امير. كثير سخنه. بكون اكيد قطع جبنا كادول للاتوليه تقلنا مبروك. مش مهم. المهم انكم تصلحتوا. ماما بدي اسالك سؤال. دخلك رجعتي حكيتي هيدا الزلمه يلي بيعرفه لبيي؟ ايه حبيبتي من شوي حكيته وخبرني انه بيك كثير انبسط انه بدك تشوفيه.
انت بعد ما شفتي لهلا ما هيك؟ لا بس بتعرفي شو؟ ان شاء الله ما يكون تغير علي، هيك بشوفه تقدر اعرفه. عن جد مش مصدق انه بده يشوف بيي. ولا انا حبيبتي. هيدا امير وصل. امير نحن هون. هاي هاي يي عشو معزب. كيفك طنط؟ كيفك امير؟ ماشي الحال؟ تمام ماشي الحال. ولو حبيبي ما في شيء من قيمتكم، هيدي جبتها لحتى تعلقيها بالاتوليه وتضلك تتذكريني. ميرسي. شفتها قلت لك، كنت عم تقول انه انت تاخرت، قلت لها اكيد قطع يجيب كادو. ايه بس مش اي كادو، هيدي كثير مميز بالنسبه لي. هلا رح تعرفي ليه. يلا مش معقول شو حلوة. شفت اللي قلت لك انها مميزة؟ هلا اكيد كل ما تشوفيها رح تتذكريني. ايه اكيد. يلا هيدا شوف وين بدي اعلقها. لحظة لحظة لحظة، اعطيني اياها بليز. هلا حماتي بتهتم بالموضوع لانه انا عندي بعد مفاجأة لك. ليه بعد في مفاجآت؟ بعد ما بلشنا. يلا باي طنط. موافقين. ماما إذا عزت شي حكيني. أوكي؟ أوكي. يلا باي. لك يا وليد بشو بحلف لك إنه مو معي خبر شي؟ فليت من البيت ما جبت لي سيرة لا سفر ولا شي، شو بعرفني؟ يا عمي طيب رح جرب خلص رح جرب. لك شكلي إجيت بحكي بعدين. شو مجرود وين كنت؟ عم شم الهوا. مع مين كنت عم تحكي؟ انت مين؟ انت مين؟ انت فرحة او حدا عايش حزين؟ انت مين؟ انت مين؟ انت كذبي او قلب كله حنين؟ صبي قلب علي او شر مخبي؟ انت مين؟ انت مين؟ عينيك حيروني، نظراتن وجعوني، خلوني أحكي مع حالي، أخذوني وما ردوني. عينيك حيروني، نظراتن وجعوني، خلوني أحكي مع حالي، أخذوني وما ردوني. أنا حبيتك انت معي نسيت البسا وقلبي ارتوى، انفليت بندهلك تعي، ما بكفي نحنا ومش سوا، كل ما الوجع فيه وعي بشوفك دوا بده دوا.